نقطة تحول في التعامل مع حقوق الإنسان في الفضاء الإلكتروني، هكذا وصفت وسائل الإعلام هنا قرار وزارة التجارة إدراج شركات من بينها NSO الإسرائيلية على القائمة السوداء بسبب بيعها برامج التجسس على الهواتف وأبرزها بيجاسوس لنحو 40 حكومة أجنبية، والتي استخدمتها في مراقبة وتهديد الناشطين السياسيين والحقوقيين داخل حدودها وخارجها. التدخل الحكومي الأمريكي هو الأول من نوعه في سوق المراقبة السبرانية بعد أن ظل في العقدين الأخيرين بلا قواعد قانونية أو أخلاقية تحكم سلوك المستفيدين منه. أظهرت المعلومات الاستقصائية أن شركتي NSO وكاندرو طورتا برامج تجسس وقامتا بتقديمها إلى الحكومات الأجنبية التي استخدمتها لاستهداف المسؤولين الحكوميين والصحفيين ورجال الأعمال والنشطاء والأكاديميين العاملين بالسفارات بشكل ضارب. قرار وزارة التجارة ليس آخر متاعب شركات المراقبة السبرانية ومنها NSO على وجه التحديد، فالشركة تشهد ملاحقات قانونية من قبل عدد من ضحاياها وأبرزهم شركة واتساب في محاكم سان فرانسيسكو. قرار الوزارة سيساعد المدعين بعد أن شكك القضاة في أحقية الشركة الحصول على حصانة لأنها تبيع هذه البرامج ولا تشغلها، كما أن المشرعين في لجنة الاستخبارات في مجلس النواب اقترحوا بنودا في موازنة العام المقبل تقيد عمل هذه الشركات بعدما تركته سمعة NSO من آثار هنا. تدخل الحكومة لن يحل أزمة الأمن السبراني، أما تنظيم هذا السوق على أساس أخلاقي سيكون مثيرا للجدل. ما نحتاج له هو دعم أبحاث الثغرات الأمنية وإقامة علاقات مباشرة بينها وبين الجهات التجارية المعنية بالثغرات. قرار وزارة التجارة لا يمنع NSO من بيع برمجتها لوكالات إنفاذ القانون الأمريكية، وهو ثمن قد تدفعه مستقبلا إذا استمرت في بيع برامج التجسس متجاهلة حقوق الإنسان. بعد سنوات من الحديث بشأن كيفية تخفيف أضرار شركات مثل NSO دون تقدم ملموس، يمثل قرار وزارة التجارة الأمريكية الخطوة الأولى في تنظيم سوق المراقبة والتجسس السبراني الذي ظل طويلا محصنا من المساءلة. زيد بن يامين، العربي، واشنطن.